بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك تلقت مؤسسة سيد إبراهيم البصير الخاصة للتعليم العتيق بإقليم أزيلال نتائج الطلبة الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا لموسم 2022-2023، بحيث أن الطلبة الذين تقدموا الامتحان تقريبا 41 طالبا وطالبة، منهم 11 طالبة، والحمد لله أن هذه النتائج كانت مشرفة جدا، بحيث أن نسبة النجاح التي تحققت كانت 99.99%. نهدي هذا النجاح إلى صناع النجاح وعلى رأسهم قائدنا المفدى تاج رؤوسنا وضامن وحدتنا واستقرارنا مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي نطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل وهذا النجاح في صحيفته، وأن يكون له إن شاء الله ذخراً وملاذاً وبركة بإذن الله تعالى، وأن يجعله في صحيفة والديه محمد الخامس والحسن الثاني، وكذلك إلى الداعمين الأساسيين لهذا الصرح ولهذه المدرسة ولهؤلاء الطلبة، إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم أزيلال، والسيد والي جهة بني ملال خنفرة، والسيد رئيس جهة بني ملال خنفرة، وإلى كل أصحاب الأيادي البيضاء، كل باسمه وبصفته، وعلى رأسهم الحاج الزين والحاج فتاح عبد المولى، وإلى كل من ساهم في هذا النجاح من قريب أو من بعيد، وإلى جنود الخفاء الأساتذة والإداريين والأعوان وكل من يخدم هذه المؤسسة، نهدي هذا النجاح ونقول لهم بأن أعمالهم وتوجيهاتهم كلها لم تذهب سدى، وكذلك لا ننسى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الوزارة الوصية على هذا القطاع التي ترعاه من أوله إلى آخره، من وزير الأوقاف والكاتب العام ومدير تعليم العتيق والمندوب الجهوي والمندوب الإقليمي وكل العاملين بهذا القطاع وكل من يمد هذه المدرسة بتوجيه أو بتوصية أو بعناية، وكذلك إلى طلبتنا وطالباتنا الذين أفرحنا الله بهم في هذا اليوم المبارك، بحيث أن الفرحة لم تترك لنا مجالا للتعبير أو مجالا
لاستخراج العبر أو الكلمات التي نعبر بها عن هذه الفرحة التي نحن بها اليوم. ونتمنى للطلبة إن شاء الله النجاح في مسيرتهم، بحيث أن هؤلاء الطلبة أتعبوا من يأتي من بعدهم، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسيدنا أبي بكر: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.